كلام كتير هنتكلم عن ماذا حدث في هذه المباراة، وهنقول لحضراتكم تحليليا وتفصيليا ماذا حدث في هذه المباراة. ولكن خلينا نروح نشوف بقى ماذا يحدث في أرض ملعب المباراة مع مراسلنا كريم أحمد. يا كريم. أهلا بك كريم، يعني قول لنا أجواء ما بعد المباراة. لكن الاجواء كانت صعبه جدا، احنا هنا في الاستاد بحضور جماهير الاستاد كبير جدا، عندهم حماس كبير، الجمهور الجماهيري كمان اتصدر كتير، توتر كتير في خارج المدرجات يمكن ما كانش واضح بشكل عام في الاستوديو او في ايضا كمان في تصوير المباراه. كان لقطه رمضان دي لقطه رمضان اللي كان فيها انذار واضح ان الولد رقم 27 او لاعب لاعب الشتيبه استفز الجهاز الفني، استفز الجهاز الفني حاول ان هو يعني يحاول ان هو يقول له لا او كده، لكن كان واضحه جدا قدامنا. ايضا كمان الظروف هنا كانت صعبه، النادي الاهلي انت وكيلك بتتكلم حاليا انا كنت بتتكلم بالنسبه للنادي الاهلي والنقص العادي مش كده، لكن بشكل عام الجو العام هنا كان صعب، الظروف كانت صعبه جدا، الجو الارضيه ارضيه الملعب كمان انت بتتعامل قبل المباراه الارض ضيقه الحد ضيقه بالنسبه للعيبه احنا بنتعامل فيها، لكن الظروف اللي فايته وعدم وجود ثروه الطريق الهجومي. كريم حاول تيجي يمين او شمال شويه عشان نعرف نسمعك، هنكلمك تاني لان مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه الناس لازم تفهم ماذا يحدث، ومن فضلك حاول تشرح لنا اكتر ايه اللي حصل في اللقطه بتاعت رمضان صبحي لما خد فيها انذار عشان برضو الناس تفهم ماذا حدث، اذا كان رمضان مخطئ نقول ان هو مخطئ، اذا ما كانش مخطئ نقول برضو، لان الناس شافت ان هو جاي ياخد انذار واضح ان هو كان حد زق حد او عمل حاجه، ما احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. فكريم من فضلك لو قدرت تيجي يمين او شمال شويه وتقول لنا ان الفريق مثلا خرج او مشي او ماذا حدث، ايه اللي بيحصل يعني، ولغايه ما يجي لنا كريم. طيب اتفضل يا كريم. الو كابتن اسلام، ممكن بقول لك انا الظروف كانت صعبه جدا، الاجواء الجمهور حماس كبير جدا ما شفناه كمان. معلش يا كريم لو سمحت لو تقدر خارج الخطوط لو تقدر تشرح لنا لو تقدر تشرح لنا قصه رمضان صبحي مره اخرى. واضح جدا ان كان في استفزاز من الولد رقم 27 او اللاعب رقم 27 للجهاز الفني للنادي الاهلي، فرمضان حاول يعني بحميه رمضان كده وحبه طبعا لسيره النادي الاهلي وخدمه النادي الاهلي، لكن حاول يهديه كابتن سعد عبد الحفيظ خارج الخطوط ناداه على الخط قال له لازم تهدى رمضان هتاخد انذار ثاني، كان في تحذير كبير، يمكن الحكم كمان النهارده انذارات كانت عديده جدا للاعبين سواء لعيبه الشباب ولعيبه النادي الاهلي، لكن يمكن بين الشوطين كان في كلام كبير، يمكن كان في كلام كتير جدا من مستر مارتن والكابتن سيد عبد الحفيظ، كنا متواجدين بقرب كده وقت لسه شويه سمعنا ان احنا لسه عندنا وقت ولابد ان احنا ما نديش فرصه للنادي الشبيب، وهم كانوا نازلين خايفين مننا، ده الكلام اللي قاله مستر مارتن والكابتن سيد في غرفه دخل على الملابس بين الشوطين. الشوط الثاني النادي الاهلي زي ما انت شفت يا كابتن اسلام كان واضح ان في تغير بشكل كبير، كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن بيلعبوا بتكتل كبير جدا اكد عليه المستر مارتن، قال عندهم تكتلات دفاعيه بشكل كبير لازم نستغلها، لكن اكيد نتيجه طيبه، نتيجه 1-1 كنا ممكن نحرز هدف واثنين وثلاثه، نتيجه طيبه في ظل الظروف الصعبه، واكيد انتوا فنيا يا كابتن اسلام هتتكلموا على عدم وجود سترايكر الثلث اللي قدام يعني شبه معدوم شويه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ما برضه مهما كان وليد سليمان والمهام اللي بياخدها من مستر مارتن والكابتن محمد يوسف. طيب اما بيكون في سترايك سريع انا عايزك وليد كريم بعد اذنك انا عايزك تطمني على حاجتين، يعني ممكن تقفل وتطمني على حاجتين، اولا وليد سليمان تطمنا عليه وتطمن جمهور النادي الاهلي عليه لانه احنا شفناه في النهايه بيخرج وهو يعني مصاب او شايلينه، دي نمره واحد. نمرة اثنين تطمنا على الفريق ان هو خرج من ملعب المباراة، لان يعني من الواضح ان الاجواء فيها بعض الحماس، ما فيهاش اي مشاكل ولكن فيها بعض الحماس، فتطمنا والاجواء كويسة انا فاهم، لكن حاول تطمنا اكتر لما الفريق يخرج، ولو تقدر تجيب لنا كابتن سيد كابتن محمد يوسف نطمن برضو او نفهم منه ماذا حدث في مباراة اليوم. اكيد يا كابتن اسلام هرجع لك ثاني، لكن بالنسبه للخروج لعيبه النادي الاهلي حتى هذه اللحظه النادي الاهلي متواجد لان الجمهور بالكامل خرج مره واحده خارج الاستاد، كان في تامين بشكل مكثف جدا في محيط الاستاد، لعيبه النادي الاهلي البعثه الاعلاميه المهندس خالد الرجالي رئيس البعثه الكل متواجد حتى هذه اللحظه لحين التامين بشكل كامل لحين خروج جبهه فريق النادي الاهلي، وفي خلال لحظات باذن الله هقول لك على وليد سليمان، هو واضح ان في حاجه في الركبه شفناها للدكتور خالد محمود كان على الخطوط، لكن اكيد هنقول لك التشخيص الصحيح في خلال ده يا كابتن اسلام. اشكرك يا كريم وبنشكرك على مجهودك الرائع اللي بتعمله دايما طوال هذه الفترات وطوال فتره